السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم أحبائي الصغار طلبة الصف الأول الأساسي. جئت إليكم لنتعلم سوياً حرفاً جميلاً من حروف لغتنا الجميلة. إنه حرف الحاء وصوته إح. رددوا معي: حرف الحاء. ما رأيكم أن آخذكم في رحلة لنتعرف إلى حرف الحاء؟ سنبدأ رحلتنا بقصة قصيرة جميلة، لنستمع جيداً. العم حامد فلاح نشيط، يستيقظ في الصباح الباكر كل يوم، يذهب إلى الحقل بكل نشاط، يصطحب معه حسن وحور لمساعدته في حصاد القمح. سأطرح بعض الأسئلة. ماذا يعمل العم حامد؟ نعم، إنه فلاح. اذكر بعض المهن التي تعرفها: معلم، طبيب، عامل بناء. جيد. إلى أين يذهب العم حامد؟ أحسنتم، يذهب العم حامد إلى الحقل. من ساعد العم حامداً في حصاد القمح؟ رائع، حسن وحور ساعدا العم حامداً في حصاد القمح. هل تعرف ما الأداة المستخدمة لحصاد القمح؟ إنها المنجل. أحسنتم، وهو من الأدوات القديمة التي يستخدمها الفلاح في الزراعة. والآن سأعرض لكم بعض الصور لنتأملها جيداً ونتعرف إلى الكلمات الدالة عليها. ماذا تشاهدون في الصورة؟ نعم، إنه حقل. ننتقل إلى الصورة الثانية. ماذا تشاهدون فيها؟ أحسنتم، قمح. أخبروني صغاري، ماذا نصنع من القمح؟ جميل، نصنع منه الخبز والكعك والكثير من الأطعمة اللذيذة. نتأمل الكلمات أسفل الصور. الكلمة الأولى: حقل. حقل. نردد: حقل. أين وقع حرف الحاء في كلمة حقل؟ رائع، إنه أول الكلمة. هذا هو شكل الحاء أول ووسط الكلمة. ننظر إلى الكلمة الثانية. هيا نقرأ: قمح. قمح. فلنردد: قمح. أين وقع حرف الحاء في كلمة قمح؟ نعم، آخر الكلمة، وهذا شكل الحاء آخر الكلمة، متصلاً أو منفصلة. نستنتج الآن أن لحرف الحاء صورتين فقط. هيا نلفظ حرف الحاء منفردة: إح. إح. هيا نلفظ حرف الحاء مع الحركات الطويلة: حاء فتحة طويلة، حاء.
فلنردد: حاء. حاء ضمة طويلة، حو. نلفظ: حو. حاء كسرة طويلة، حي. نكرر: حي. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، بعد أن استنتجنا صور حرف الحاء سننتقل إلى هذا النشاط لنكمل الكلمات بشكل الحرف المناسب. واحد: بحر. أين وقع الحاء في كلمة بحر؟ أحسنتم، وسط الكلمة، هكذا يكتب. اثنان: حيتان. أين كتب الحاء هنا؟ رائع، أول الكلمة وهكذا يكتب. ثلاثة: حور. أين كتب الحاء؟ أنتم رائعون، أول الكلمة. أربعة: حامد. أين كتب حرف الحاء؟ أول الكلمة. خمسة: بلح. أين كتب حرف الحاء؟ أحسنتم، آخر الكلمة متصل. ما رأيكم صغاري أن نقرأ كلمات تحتوي على حرف الحاء؟ هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. تأملوا جيداً الكلمة الموجودة أمامكم على الشاشة، هل عرفتموها؟ إنها كلمة حوت، فلنردد: حوت. ما نوع المد في كلمة حوت؟ أحسنتم، مد الواو. نتأمل الكلمة الثانية، سماح. هيا نقرأ: سماح. فلنردد: سماح. والآن هيا نحلل الكلمات إلى حروفها. حوت، بما بدأت كلمة حوت؟ بحرف الحاء. سنضع حرف الحاء بهذا الشكل في المربع الأول. مد الواو يكتب في المربع الثاني. تبقى أمامنا الحرف الأخير، هو التاء. نكتبه هنا في المربع الأخير. ننتقل إلى الكلمة الثانية، سماح. نبدأ بالحرف الأول، س. نلاحظ، وضعنا الحرف مع الفتحة القصيرة، أي دائماً نكتب الحرف مع الحركة القصيرة الموجودة عليه. الآن دور الميم، فالألف، وأخيراً حرف الحاء. نحضر قلماً وكراسة. لنتعلم الآن
كيف نكتب حرف الحاء بصورتيه بطريقة صحيحة؟ هيا نبدأ. يكتب حرف الحاء في أول ووسط الكلمة على السطر بهذا الشكل. يكتب حرف الحاء في آخر الكلمة بهذا الشكل. ننتقل الآن إلى كتابة حرف الحاء مع الحركات الطويلة. حاء هكذا تكتب. مرة أخرى. حو هكذا تكتب. وأخيراً حي. لها صورتان وهكذا تكتب. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، تعرفنا اليوم إلى حرف الحاء اسماً وشكلاً ولفظاً، وقرأنا كلمات بها حرف الحاء. تعرفنا أيضاً إلى مهارة التحليل، وتعلمنا كتابة حرف الحاء بصورتيه، وأيضاً كتابته مع الحركات الطويلة. شكراً لكم لحسن المتابعة. إلى اللقاء.